معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس يقول كده: كل بل كما هو مكتوب، ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه لنا أو فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرف أحد إلا روح الله. ويكمل يقول: ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلم حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات، ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله لأن عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا، وأما روحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. ويكمل برضو في الإصحاح الثالث يقول كده: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو لربنا المجدين أبدين. كل سنة وحضراتكم طيبين. من محبة ربنا أن هو سكن فينا بروح القدوس، وقال كده: لا أترككم يتامى، أرسل لكم المعزي اللي ينقش معكم إلى الأب. فميزة لنا كأولاد الله أن روح ربنا ساكن فينا في داخلنا. وعلى رأي أحد الأباء القديسين والقديس مكاريوس الكبير يقول كده: غاية الحياة المسيحية أو هدف الحياة المسيحية هي الامتلاء من الروح القدس. غاية الحياة المسيحية أن أنا أمتلي بروح الله. زي ما بقول لكم دي ميزة حلوة ونعمة حلوة، وزي ما يقول بولس الرسول برضو: لنا هذا الكنز في أواني خسفية. روح ربنا في داخلي بيعمل ايه؟ هنتكلم في ثلاث نقط كده عشان نكتشف ونعيش مع النعمة اللي ربنا أعطاها لي، هي نعمة سكن الروح القدس في داخلي. أول حاجة إن الروح القدس شريك في داخلي، زي ما نقول في القداس إيه؟ محبة الله الآب، كملوا معي، نعمة الابن الرحيم، شركتنا وموهبة وعطية الروح القدس تركوا مع كمان. فالروح القدس هو شريك. بيديني ايه بقى الشريكة؟ بيديني حق التبني، بقيت ابن لربنا، بقيت ابن لربنا، ودي ميزة. زي ما قول معلمنا حنا: انظروا اي محبة اعطانا الاب حتى ندع ايه؟ اولاد الله. فالروح القدس احبائي في داخلي بيأكد لي أننا ابن ربنا، زي ما يقول برضو في رومية 8: كل الذين يقولون بروح الله فأولئك هم أولاد الله. فسكن الروح القدس في داخلي بيذكرني باستمرار، يقول لي: أنت مش إنسان عادي، أنت ابن لربنا، أنت ابن ملك الملوك ورب الأرباب، أنت مش إنسان طبيعي زي ما قال لنا في الإصحاح الثاني. الإنسان الطبيعي ده عنده جهالة، الإنسان الطبيعي ده اللي عايش بروح العالم، لكن أنا خدت روح الله اللي بتكشف لي السكة للسماء، بتكشف لي مين هو المسيح، بتعرفني الأبدية أو الدوائر الأبدية. الروح القدس
زي ما بقول لك بيأكد لي كل يوم في كل خطوة في حياتي إن أنا ابن ربنا، وده امتياز. فخلي بالك وتحرص على هذا الامتياز. الروح يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. الروح القدس أيضا يعين ضعفتنا، زي ما قال في رومية 8 برضو، لسنا نعلم أن نصلي لأجل كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. يعين ضعفي، بيسندني في مشواري في الحياة. لما بنكلم الروح القدس ساكن فيا، أنت مش لوحدك. أوعك تقول أنا ماشي لوحدي وربنا فين، أو ربنا نسيني، والضيقات والمشاكل وهموم العالم وهموم الحياة اليومية. لا لا لا، تأمل جواك، ركز في أعماقك، هتشوف الروح القدس الشريك لك يقول لك أنا جنبك، أنا أعينك، أنا أسندك، أنا أويك. لو في حاجة وصلت لك لمرحلة اليأس، هو روح الرجاء. لو في خطية بتحاربك وعايزة توقعك، هو روح القيامة. لو في خصام أو عداوة بتحاربك وعايزة توقعك، ألاقي في جوايا أول ثمار روحية ثمرة الإيه؟ ثمرة المحبة. مش بقول لك بيعين ضعفتنا. في مشاكل بتخليني مكتئب، تخليني حزين، تخليني مش مبسوط. طب جواك سر الفرح، جواك ينبوع فرح يفيض في أعماقك. مش بقول لك الروح القدس جواك شريك غني. هتقول أنا فقير، هتقول أنا محتاج. لا لا، مش ولاد ربنا. لما تكون محتاج إلى شيء، صارعه في داخلك وهو يفيض جواك بكل ما تحتاجه، ويعطيك أكثر مما تفتكر أو تطلب. ده روح ربنا. عشان كده يقول بولس الرسول كحزانة ونحن دائما إيه؟ فرحون. كفقراء ونحن نغني إيه؟ كثيرين. كأن لا شيء لنا ونحن نملك إيه؟ كل شيء. إيه ده معلمنا بولس الرسول؟ إيه دي مش فزورة، ولكن دي حقيقة بحياها أنا كإنسان مسيحي جوايا روح الله القدوس. يمكن أكون فقير من بره، يمكن بحتاج للأمور المادية بعض الأحوال، لكن ثق تماماً أن روح الله مش هيسيبك تحتاج لشيء. يفيض في أعماقك غنى لا يوصف. عشان تقول مع بولس الرسول كفقراء ونحن نغني كثيرين. هنا بقى الموضوع مش موضوع ماديات وفلوس وحاجات مادية، لا. هنا يغنيك بالروح، يغنيك بالروح. ودي ميزة أحبائي لازم نعيشها وننمو فيها. فاكرين مقعد باب الجميل على دخلة بطرس ويوحنا عشان يصلوا؟ لقوا هذا المقعد قاعد على الباب. الرجل ده بيعمل ايه؟ بيمد ايده يقول ايه؟ ادوني. فمعلمنا بطرس كده قال له بص لي كويس، ده شكل واحد معاه فلوس، امال انت هتدي له ايه؟ معلمنا بطرس يقول ليس لي ايه؟ ليس لي فضه او ذهب. طب ما انت معكش فلوس، قول له بقى ربنا يديك وخلاص. لله الذي لي يعطيه. ايه اللي عنده معلمنا بطرس ويوحنا؟ اغنياء بالروح، اغنياء بالمسيح. وقالوا له ايه؟ باسم يسوع المسيح النصيري ايه؟ قوم وامشي. قام الراجل بيدفر ويسبح ودخل الهيكل. يمكن عمره ما دخل الهيكل قبل كده. يجيبوه يقعدوه على العتبه من بره يشهد ويشوف خلقه دي ويروح في نهايه اليوم. لكن المره دي لما داق الغنى الروحي اللي في قلب معلمنا بطرس ويوحنا دخل الهيكل. مش بقول لك انت تغني كثيرين، تبقى انت غني وشبعان بالروح وتغني من حولك، تغني اللي حواليك بمحبه المسيح اللي فيك، بفرح المسيح،
بسلام المسيح وتقول تصنع خير مثل معلمك. جبت الكلام ده منين؟ يبقى الناس بتتناحر وبتتخاصم مع بعض، وإنسان الله اللي هو أنت تصنع سلام. جبت الكلام ده منين؟ من شريك الروح القدس اللي فيك يغنيك ويعطيك ويخليك شبعان. يمكن تكون فاقد حاجات كثيرة جدا في الدنيا وفي الحياة، لكن أنت تملك أهم شيء وهو الروح القدس. الروح القدس أيضا كشريك يعطيني الحكمة، ده اللي فيه كل كنوز الحكمة، روح الحكمة والفهم والمشورة، ودي ميزة بتميزني أنا كابن ربنا. عندي حكمة روحية، زي ما سمعنا دلوقتي الإنسان الطبيعي عنده جهالة ويحكم فيه في كل شيء، ماشي بمنطق العالم، الناس يمشوا كده، ماشي يمين شمال، ماشي ملوش استقرار، أصله عامل زي الأعمى، والأعمى ده بيحتاج حد يقوده وحد يرشده. لكن الإنسان الروحي اللي هو إحنا جوانا روح الاستنارة والحكمة والتمييز، تقدر تميز ما بين الخير والشر، تقدر تعرف إيه اللي يليق بيك كابن ربنا كبنت ربنا والذي لا يليق، إيه اللي بينا، إيه اللي بيناسبني أنا أو يوافقني أنا أو أقول هذا الأمر حتى لو طبيعي في عين الناس التانية لكن ما يناسبنيش أنا كابن أو بنت ربنا. جبت كلام ده منين؟ روح الحكمة اللي بيديني قدرة على التمييز، المكان ده يليق بابن ربنا، المكان ده لا يليق بيه، الكلمة دي تناسب ابن ربنا لكن الكلمة دي كلمة رضية أو كلمة بطالة أو كلمة معناها يمكن من برة مش باين لكن تحوي حاجة مش كويسة، لا ما تناسبنيش. فميزة فيا الروح القدس كشريك في أعماقي، يفيض جوايا حكمة، يفيض جوايا حكمة، زي ما قال بولس الرسول احنا لا نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لينا. ربنا عطيني مواهب ونعم كتيرة، انت ضايقها، انت بتعيش فيها، انت بتنمو فيها كل يوم، طب مين اللي هيساعدني؟ الروح القدس اللي جواك يكشف لي طريق للسماء، يدوقني الأبدية كطعام يومي، يكشف لي سر خارسني وسر القداس. أنا ما بحضرش عمل روتيني أو طقوس كل يوم بيعملوها في الكنيسة، ده القداس في سر غنى أكتشفه إزاي؟ بالروح القدس اللي جوايا، يفتح البصيرة بتاعتي، يفتح ذهني وأعماقي وقلبي عشان أكتشف المسيح الموجود على المذبح. كل كلمة في القداس بتلهل بقلبي وبتخليني فرحان بكل مرد بكل لحم، كده الروح القدس، الروح القدس اللي بيحل على الأسرار دي، بيحول القربانة دي إلى إيه؟ جسد ربنا وعصير الكرم بيحوله إلى دم ربنا يسوع. ده عمل سرائري فائق الوصف، ما يعرفوش إلا ابن ربنا اللي ساكن فيه إيه؟ اللي ساكن فيه الروح القدس. أقول لك روح الحكمة، ولاد الله حكماء جدا جدا، حكمة ليست من هذا العالم ولكن حكمة نازلة من فوق من عند أب الأنوار زي ما بيقول الكتاب. الروح القدس أيضا يعطيني من ناره. الروح القدس لما حل على التلاميذ يوم الخمسين حل عليهم مثل إيه؟ ألسنة نار. فأنا من يوم المعمودية خدت النار الإلهية دي، بيخلي قلبي ملتهب بحب المسيح. لما تبقى أنت فاتر أو مالكش مزاج قوي أو مش قادر تصلي أو يعني النفس مسدودة إنجاز التعبير، أعرف كده أنت لازم تشبط في الروح القدس، قول له يسخني كده،
اديني حرارة روحية، نشطني، صحيني، شدني، اطلب منه اللي انت عايز. ما تستسلمش لروح البرود او روح الفتور اللي ممكن يحاربك، لا، ده جواك نار عليك اللي انت تشعلها وتخليها تضطرم يوم بعد يوم. كل آية بتقراها في الكتاب المقدس تشعل النار دي، كل صلاة، كل مزمور، كل ترتيلة بتقولها من قلبك دي تشعل النار اللي جواك، وتزداد نار الروح القدس لما بأخذ جسد ربنا ودمه واخرج من الكنيسة فرحان، إنسان ملتهب بالروح. فعشان كده الروح القدس ميزة جوايا بيديني النار. تخيلوا معلمنا بطرس الرسول بكل التطشات اللي حصلت مع رب المجد يسوع قبل الصلب وقبل حلول الروح القدس، يعني كان عايز يمنعه من الصليب، كان عايز حشاك يا رب ان تصلب، وهو اللي انكره مره واثنين وثلاثه، لكن لما امتلى من نار الروح القدس قعد يحكي للناس عن قصه المسيح والفداء اللي صنعه ربنا يسوع المسيح. يقول الكتاب ايه؟ 3000 امنوا. ايه اللي حصل؟ يقول الكتاب نخسوا في ايه؟ نخسوا في قلوبهم، كان نار الروح القدس اللي خارجه من فم معلمنا بطرس ومن قلب معلمنا بطرس خارجه في كلام بسيط وعادي، لكن الكلمه دي مش بسيطه. ليه؟ محموله بالروح القدس، نخست قلوب الناس. ماذا نفعل ايها الرجال الاخوه؟ فكل مره استمتع وانت بتصلي وانت بتقرا في الانجيل وانت بتحضر القداس وانت في اي عمل روحي او عشيه زي كده ونهضه زي كده، استمتع بعمل الروح القدس. خليش حاجه تخليك قاعد مشتت سرحان، يعني لا، انسكب، اعرف ازاي تنسكب الروح القدس وقول له اديني من نارك، خليني انسان منتهب، خليني انسان مليان بالفرح والحب والسلام والقداسه. الانسان اللي مليان من نار الروح القدس لا يقبل قذاره العالم، لا يقبل دنس الخطيه على الاطلاق. ليه؟ في نار جوه، والنار دي تحرق الزباله. النار دي ايه؟ ده تحرق الشيطان نفسه. فاكرين قصه يوستينا والولد اللي كان عايز يرتبط بيها وراح لكبريانوس الساحر قال انا عايز البنت دي اتجوزها، فكان بيبعت الشياطين بتوعه شيطان ورا شيطان ورا شيطان ومش قادرين على يوستينا. ليه؟ كل ما يقرب الشيطان منها لقى نار بتصلي بتصلي، واخيرا بقى يعني عايز يغطي على خيبته، ف شيطان تزين بالزيه وشكل كده يعني يوستينا. فلما دخلت على الكنيسه قال لها جيت يا يوستينا، اسمها بس حرق الشيطان. اعرف قيمتك، مش من عندياتي انا، مش بقوتي انا، مش بمواهبي انا، امال بايه؟ بالروح القدس الساكن فيك. اول نقطه استمتع فيها بسكن الروح القدس انه شريك لي، شريك غني، عايز يغنيك من فضلك، خليك صديق وخليك امين وخليك وفي لروح الله الساكن فيك. تاني حاجه ان الروح القدس هو قائد. لما اكيد بنستمتع بسفر اعمال الرسل بالذات في فتره الصوم، صوم الرسل، نلاقي كده الروح القدس هو اللي اسس الكنيسه، لدرجه تقول الاباء ان سفر اعمال الرسل هو سفر ايه؟ اعمال الروح القدس. فالروح القدس هو اللي قاد الرسل عشان يأسسوا الكنيسة ويكرزوا وينشروا الإيمان. يقول كده افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهم إليه. مرة كان عايزين يخشوا آسيا يقول كده منعهم الروح القدس. رايحين من حتة اسمها ميليسا بيثنية منعهم ولم يدعهم الروح. الروح القدس قاد. فخلي الروح القدس اللي جواك هو القائد بتاعك، يقودك في كل فكر،
زي ما شوفنا بولس الرسول كده قال ما نحن فلنا فكر ايه؟ المسيح. بس لما يكون الروح القدس هو القائد بتاعك، لكن لو ما كانش الروح القدس هو القائد بتاعي، يبقى انا باخد افكار الناس، باخد بعيش بمنطق الناس، واقعد بفكر بما بستحسنه لنفسي بقصة مؤلمة طبعا. لكن لما يكون الروح القدس هو القائد بتاعك، يرشدك في كل شيء، حتى الكلمة اللي خارجة منك تبقى مليانة من روح الله، كلمة جميلة، كلمة تطيب من يسمعها، كلمة لينة، كلمة تصنع سلام، كلمة تفرح القلب اللي بيسمعها، كلمة تبني النفوس اللي هي بتسمع الكلام. ليه يعني؟ قلنا زي كلام معلمنا بطرس في الأزهر اللي توبي 3000 نفس. خليه هو القائد بتاعك، يرشدك للطريق، يعلمك، يحفظك، يقودك على الدوام، حتى في نظرتك للأمور تلاقي الروح القدس هو اللي يقدس النظرة دي، اللي يقدس الفكرة دي، اللي يقول لك ده صح وده غلط، ده يليق أو لا يليق زي ما قلنا من شوية. لكن اللي بيخرج عن قيادة الروح القدس يبقى مين اللي هيقوله؟ الناس، المنطق، الشيطان. ربنا ما يسمحش بحد. خلي بالك، تأكد كل يوم أن الروح القدس هو اللي ماشي معك وانت ماسك فيه كده، تقول له قدني الروح الله على الدوام، ارشدني النهاردة، أنا مش عارف في بداية اليوم أنا رايح شغلي، رايح العمل بتاعي هيحصل إيه. لكن طول ما أنت تحت قيادة ومظلة الروح القدس ما تخافش أبدا. الروح القدس قاد الرسل في الكنيسة الأولى زي ما بقول لكم. ولما حصلت مشكلة التهوّن، في بعض قال لا، اللي عايز يخش المسيح لازم يعني يمارس الطقوس اليهودية من الختان، من الحاجات دي كلها، وحفظ السبت، حاجات زي كده. فاجتمعوا الآباء بقيادة معلمنا يعقوب، يقولوا كده رأى الروح القدس ونحن. يبقى مين القائد هنا؟ مين اللي عمل اللقاء ده؟ مين اللي عمل المجمع ده؟ الروح القدس. وأرشد الرسل، والرسل بعتوا الإرشاد بتاع الروح القدس للناس، قال لهم إيه؟ مش عايزين نزود التقل على الناس واللي داخلين الإيمان، إحنا بنقول لهم بس إيه؟ رأى الروح القدس ونحن امتنعوا عن ذبح الأصنام والدم والمخنوق والزنا. ولو عملوا كده ده نعم الإصلاح. الحكمة لما تقع في مشكلة انسكب أمام روح الله وقول له أحل المشكلة دي إزاي؟ في الشيطان بيحاربك، والشيطان مكار وخبيث ومش سهل، لكن أنت جواك إيه؟ روح القداسة، روح القوة. الله لما يعطينا روح الفشل بالروح إيه؟ القوة، المحبة والنصر. خد رأيه، قول له مش هعمل حاجة إلا إيه ما أنت تقولي. ده حتى في العهد القديم داود في كل حروبه كان يقول يا رب أنزل أحارب، هتقف معايا، هتنصرني. والمرة اللي نزل بدون ما ياخد رأي ربنا إيه؟ اتهزم. كل يوم قبل ما تخرج للعالم خد قوة من مخدعك، من مزاميرك، من إنجيلك، تاخد قوة الروح القدس تعيش بيها طول اليوم. يبقى الروح القدس هو اللي حرسك ويحميك ويحفظك من كل سوء ومن كل شر، يحفظ دخولك وخروجك، يحفظك من شباك عدو الخير، يحفظك من كل خبث أو مكر أهل العالم. إيه؟ أنت تحت قيادة الروح، تحت قيادة الروح القدس. عشان كده معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثاني قال كده، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. انت ماشي في موكب النصرة،
خلي بالك وثق تماما في موكب النصر، واوعك تخرج بعيد عن هذا الموكب. موكب الغلبة هو ده طريق وسكة ولاد ربنا. مين القائد هنا؟ روح الله القدوس ليقودك ويعطيك الغلبة على كل الضعفات. تالت حاجة، يبقى الروح القدس ايه؟ عايز معاه في شركة وهو القائد. تالت حاجة ينبوع، ينبوع في داخلي. في يوحنا 7 في اليوم الأخير العظيم لو كان عيد المزار، وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه إيه؟ أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان يؤمن به يؤمن أو يمتلئ به أو يقبلوه. الروح القدس ما كانش لسه، فربنا نادى. يقول الآباء كان صوت ربنا قوي، صوت عالي وقوي بينادي الناس: إن عطش أحد فليقبل إلي. هتديني إيه يا رب؟ هيديني روح القدوس اللي يروي أعماقي، اللي يشبع عواطفي. العاطفة دي جزء أصيل في الإنسان، لو أنا مش شبعان من الروح القدس العواطف دي هتنحرف إما يمينا أو شمالا، تنحرف أو تنجرف بصورة وحشة لا تليق بأولاد الله أو ببنات ربنا. ما هو جعان، ما هو عطشان، ما هو مش مروي، ما هو مش عايش في شركة حقيقية مع الروح القدس، فمش مستمتع أو متمتع بينبوع الروح القدس اللي في داخله، فيفضل عطشان ويجري وراء عواطف خاطئة، يجري وراء أفكار باطلة أو مضللة، عايز يشبع. وإحنا عارفين إن العالم كله زي ما ربنا يسوع قال للمرأة السامرية: من يشرب من هذا الماء يعطش، ولكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه يصير في الماء ينبوع، ينبوع إلى حياة أبدية. أنت جواك ينبوع ماء الحياة. أوعك تقول أنا عطشان، أوعك تقول أنا جعان. إزاي؟ جواك روح ربنا اللي شبعك. وأفتكر عبارة قالها البابا شنودة ربنا يناح نفسه، قال لك: أنا لا أطلب شيء من هذا العالم لأنه أفقر من أن يعطيه. الدنيا دي هتديني إيه؟ وكلنا مجربين. هتديك النهاردة حاجة هتاخدها بكرة، مكانش يعني في نفس اليوم. أفراح العالم بتنقلب كلها الحزن، غنى العالم بيروح، جمال العالم بيروح، ولكن ما يعطيني إياه الروح القدس ينبع إلى حياة أبدية لا ينضب أبدا، لا ينضب أبدا، ويصير إنسان الله أغنى إنسان في الحياة. ما ننساش أبدا كانت سيدة من أولها، كانت فوق 90 سنة، 95 سنة تقريبا، وكانت قاعدة لوحدها، كان يجي ناس يحكموها يعني ساعتين ثلاثة كده شوحتها ويمشي. فكنت بروح أنا أولها كل فترة يعني، وكانت تحب تتناول كتير، فالآباء كانوا يشتركوا كل واحد مثلا ياخد أسبوع. ففي مرة طبعا مجرد ما بخبط الباب وتفتح لي، كم الخشوع والمهابة. الكلام ده بقاله يمكن حوالي 15-20 سنة، لكن المنظر حاضر قدامي كأنها النهاردة. كم الخشوع والمهابة اللي بتستقبل بيه المسيح وهي بتتناول، واقفة في خشوع ومغمضة عينيها وفي صلوات سرية بتصلي للمسيح اللي جواها. بعد ما خلصت التناول بصيت بكده، بصيت لها قلت لها: انت مش عايزه حاجه؟ قبل ما امشي قالت لي: انا خدت كل حاجه، خدت كل حاجه. اقول لك العباره دي مش ممكن انساها، فعلا خدت كل حاجه، منها ست كبيره وبعد زي ما بقول لك. اوعك تقول انا فقير او انا محتاج،
اوعك تطلب حاجة من حد، اطلب من ربنا وهو اللي هيسدد كل حاجة. يا ما دخلنا بيوت ناس محتاجين اخوة الرب ما كانوش بيبصوا قوي او يهتموا قوي بالامور المادية او اكلوا، كانوا يركزوا قوي لما بنفتح الانجيل عايزين يشبعوا. هو ده اللي هيشبعني، مش جايب لي كيس في مواد تمونية وهو ده اللي هيشبعني. فعلا خدمة اخوة الرب دي مدرسة الواحد بيتعلم فيها. استمتع باليربوع الحب بجواك. فلان عايز يخصمك، فلان عايز يعاديك، فلان عايز يعمل مشكله معاك، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اهل العالم يعملوا ايه؟ يعني الكلمه بعشره وعين بعين وسن بسن. طب انا كانسان الله بعمل ايه؟ جوايا ينبوع حب. هقول هجيب منين؟ ما جوايا ينبوع حب. بنمو وبشبع في هذا الحب لأصل إلى جمال الروح الفائق اللي بيقدمه الإنجيل. أحبوا إيه؟ أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إليهم، وصلوا لأجل الذين يسلمون. دي مرتبة روحية عالية ما يعرفهاش إلا إيه؟ اللي جواه ينبوع الروح القدس. لكن اللي فقير أو مش عايش في علاقة حلوة مع روح ربنا هيشتكي، يعني دي صعبة. المنطق الانجيل ده ما عندناش حد بيبلد الوداع، يعني يبلد دلوقتي عايز نعيش وديع، طب الناس تاكلني. ده فكر العالم. انا قلت لك انت جواك شريك غني، لو مش قادر هيقدرك، لو واقع هيقومك، حتى لو قعدت 7 مرات هيقومك، ما تخافش. لو تايه هيردك، لو يائس هيفرحك ويديك رجاء. اعرف ازاي تعيش في صداقة روحية وفي شراكة روحية مع روح الله. خلي بالك من 3 لآت. اول حاجة، لا تطفئ الروح، لا تحزن روح الله، لا تقاوم روح الله. عارفين انت 3 لآت دول صح؟ لا تطفئوا ايه؟ احنا قلنا الروح القدس نار. الكلام الردي، المناظر الشريرة، كل ما يخص الخطية عبارة عن زي ما كده بتحطها على النار دي تطفيها. هو النار ده الروح القدس ضعيف حاش، ولكن انا مش مستمتع بقوله. واحد فكره شرد الخطية في نظرة اي حاجة غلط، فالروح القدس الروح النار بتعيد. لا تحزنوا روح الله. شوف اللي فرح روح بنعمله. لكن لو القعدة دي هتحزن روح ربنا، طب أخش فيها ليه؟ لو المكان، لو الطريقة، لو الستايل، أو حتى اللبس بتاعي مش هيفرح روح ربنا، طب أنا هعمل بيه ليه؟ لا تقاوم الروح. روح ربنا بيسندني ويشجعني ويحط جوايا الاشتياق نحو كل ما هو روح. يشجعني للكنيسة، يشجعني في الصلاة، يشجعني لأفتح كلمة ربنا، يشجعني إلى كل ما هو للمسيح. ما أصله بياخذ من المسيح ويعطيني أنا. فمن فضلك أو من فضلك لا تقاوم روح الله. روح ربنا بيشجعنا على الصوم، طب انا ما بصومش ليه؟ واخترع اسباب واخترع مش عارف حاجات كده، طب ما انت كده بتقاوم الروح، صح؟ روح ربنا عايز يخليني اصحى بدري عشان اجي القداس واستمتع برحلتي للسماء ولقائي بالمسيح. لو عندي اعذار، لو عندي افكار اخرى، طب انا بقاوم عمل الله. روح ربنا بيشجعني على الخدمة، انزل اخدم، بس انت تنسكب امامه وقول له ارشدني يا روح الله القدس.
ربنا يبارك حياتكم ويفرح حياتكم ونعيش في هذا الامتياز، في هذا الكنز لنا، هذا الكنز في أوائل الفلسفية. لرب المجد دائما أبديا. آمين. في أسئلة؟ في سؤال بيقول ليه ضربات العشرة كانوا 10 مش 2 أو 3؟ طب اسألوا ربنا. طيب هو ربنا كان بيسأل فرعون عشان يبين مجده في ضربة في الثانية في الثالثة. يقول إيه لأولادنا المحبطين من تسريب الامتحانات في الثانوية العامة والامتحانات الطويلة الصعبة، محبطين مش عارفين يكملوا مذاكرة؟ عايز أقول لكم حاجة، إحنا عندنا امتحانين، امتحان في العالم، امتحانات بقى إيه من سنة لسنة، مش أنت نجحته؟ نجحته؟ طب كويس، مبروك عليك. لكن عندي امتحان آخر في وصية المسيح، ودي لازم أنجح فيه. ربنا بيوصيني بالأمانة، ربنا بيعلمني زي ما غشش، ربنا بيعلمني زي ما شبهش أهل العالم. ده امتحانات بتتعرض بيها كل يوم. طب هعمل زي أهل العالم ولا هسلك كابن ربنا وبنت ربنا؟ ما يخص للعالم احنا بنعمل بالآية، بنقول كن أمين للموت أو كن أمين إيه للموت، أعطيك إيه، كن أمين للنهاية. أنا أمين في كل شيء، مش في امتحانات، أمين في صلواتي، أمين في اعترافاتي، أمين في قدساتي، أمين في علاقتي مع ربنا، أمين في أفكاري، في كل شيء. اللي بره ده ما يهمكش منه ولا تتأثر بيه، اللي عليك تعمله كن أمين مع الله، وسيب بقى إيه الأمور التانية ربنا هيجري ويتصرف فيها بحسب مشيئته. ربنا هيفرح ولادنا بتاع الثانوية العامة إن شاء الله. يعني اللي ما غشش ده هيضيع يعني؟ اطلاق، يكفي ان هو نجح مع ربنا، يكفي انه نجح مع ربنا، وربنا عمره ما هيبسط ولاده يخافوا شيء. ده سؤال كبير قوي. كل سنة وانتم طيبين.